يعني هي يعني كل المبلغ ده و75 جوهرة وفي الاخر ما تقتلش غير عزام يا عم ابو بكت ما فين ما تأثرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة عندنا مقطع جديد، مقطع اليوم عن لعبة بلانس فيرس زومبيز 2 ريفلوش. النهاردة يا جماعة هنبدأ في العالم السادس، عالم البيج ويف بيتش، وبالمرة هنجرب النبتة دي. دقيقة يا جماعة، اللي هي النبتة دي طبعا ما شاء الله كلكم تقريبا قلتولي ان هي نبتة سيئة وزبالة، فالله يستر. المهم النهارده يا جماعه هنبدا في العالم السادس، فالله يستر، ونقول ان شاء الله ان احنا نقدر نخلص العالم ده بسلام. وطبعا قبل ما نبدا اتمنى انكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، وصلوا ده الفيديو 300 لايك، فان دي اول مره اطلب فيها، بس يلا يا جماعه اكيد يعني مش تخذلوني، يعني دي اول مره اطلب فيها فاكيد هتوصلوني مش 300 لايك بس، 400 و500 لايك كمان. فيلا بينا يا جماعه، خلينا نروح على الليفل 33. ايوه فيب المفروض بقى ان احنا نجيب انهي، نجيب ديت ونجيب دي ونجيب دي طبعا ونجيب دي، ان احنا هنجربها النهارده. موضوع الفيديو عن النبته الغريبه دي، الله يستر، ونقول ان شاء الله التشكيله تطلع تمام، تطلع النبته دي كويسه. المشكله ان انا مستعين بالليفل كله بالنبته دي، يعني لو خذلتني جي جي. كمان مش مطمن يا جماعه، كلكم قلتوا لي النبته سيئه. تعال 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 يا اسطى. طبعا احنا هنقعد 10 سنين عشان نعرف نجيب سعر نبته واحده بس. خلاص خلاص هانت، يلا حط. ها بتعمل ايه بقى؟ نفس نظام اوكي تمام. في البداية بين نوعا ما ان هي حلوة. الو الو، يمكن تسرعها شوية. 2 hours later. والله طولت يا ولد، طولت بس مش برا. لا لا وقف كده ثانية، يعني هي يعني كل المبلغ ده و75 جوهرة وفي الأخير ما تقتلش غير عزام يا عم ابو بكت ما فين ما تأثرش. نجرب في الباور، املنا الأخير. اوكي ايه ده؟ ادا ها؟ يعني انا ملاحظ ان هي نص نص، يعني نستنى نستنى مش هنحكم في البدايه. لاحظ فعلا انها بتطول سنه بسيطه. والله انا ملاحظ ان دمج النبته دي عشوائي، مره دمج تقتل ابو باكت ومره ما تقتلوش، مره حرفيا ما يتق... ما... كان ولا كان حاجه حصلت اساسا. ابتدينا ابتدينا، بس حاليا يعني ملاحظ ان هي نص نص. جرب الباور بتاعها كده تاني. اوكي بتطلع النبتة دي. اوب ايه ده؟ اوكي يعني مش قد كده، يعني هي مش الواو، مش الحاجة الواو يعني اللي تقول بس دي حاجة تفيد فعلا هستخدمها في كل ليفل، ولا الحاجة اللي تقول عليها زفت يعني. يعني احس ان هي في النص، هي قوية جدا مع الزومبيز اللي شبه دولت كده، الزومبيز العاديين دول، بس ضعيفة مرة مع ابو باكيت والزومبي الاخطبوط ده. طلع دولت هنقابلهم كتير في العالم ده يعني، فلازم نلاقي نبته تتصرف معاهم. هو دمج النبته دي عشوائي ولا انا بتخيل ولا ايه؟ مره بلاحظ ان النبته بتدمج كتير قوي، مره بلاحظ ان النبته بتدمجش اصلا. يا عمي بتطول يا اخي، يلا بسرعه 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 بسرعه. هيا فاستر فاستر بليز بليز كمان مان. الباور بتاعها يعني مش فاهم الصراحه. طبعا بتقولي دلوقتي ما انت عمال تستخدمه كتير، مضطر. مفيش اي نبته بتقدر تقتل بالباور بتاعها غير القنبله دي طبعا، ومفيش وقت مفيش وقت، وغير كده المايه بتبقى انتوا عارفين المايه ماليه نص الماب، ف يعني ميه هنا والله العظيم مان. اهم حاجه اهم حاجه ان احنا عرفنا نخلص اللي بس بخسائر طبعا. اوكي يا جماعه، لو هقيم النبته كاول استخدام ممكن اقيمها 5 من 10. ليه؟ اول حاجه بتطول، بتطول سنه بسيطه زي ما قلتوا، بس ما انا كنت بقى بتوقع تقعد 10 سنين ولا حاجه عشان تطلع بالون. لا طلعت يعني نوعا ما، يعني بتطول بس مش كتير يعني. وتاني حاجه الدوم شورم حرف الدمج بتاعها يعني غريب جدا، مره الدمج دمج كتير جدا، مره بالعافيه تقدر تقتل زومبي واحد. ف وكمان برضه نفس الحكايه على الدوم شورم كمان، مره تقتل مجموعه كبيره من الزومبي، مره تقتل مره بالعافيه تقتل زومبي او زومبيين. فحاليا لو هقيمها من اول ليفل ممكن اقيمها 7 أو 6 من 10، 6 أو 5 من 10 زي ما. بس طبعا ده تاني ليفل مش هينفع نستخدم فيه النبته. خد 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 يا معفن. ابلع. اوكي اوكي اوكي. لا 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 شوت واحد وات ذا ف. يعني عندي يعني اهو احط لك البتاع قدامك اهو. ايوه 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 يلا شيل شيل. وات الليفل ايزي ده؟ وات والله في الليفل ايزي مره. شكرا 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 على الليفل السهل الجميل البسيط الحلو ده، ليفل سلينا اتسلينا فيه كده يعني. شكرا.
شكرا مان. كل عافية صراحة. الليفل بسيط جدا يعني، راحة كده في النص. ان شاء الله يعني كتر لنا من الليفلات دي شوية يعني، يمكن تكتر لنا كمان الليفلات بالفضل. اه كده يا جماعة هنضطر نستغنى عن القنبلة ديت هنعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الليفل ده؟ ولا جديد ده كم؟ نايس نايس نايس. لا والله انت عاوز تعذبني في اللعبة دي ولا ايه؟ للأسف مفيش غير خمس أماكن لخمس نباتات. هات ده. عاوز يعذبني. بقول لكم يا جماعة عاوز يعذبني في اللعبة دي. أول مرة أشوف لعبة تديني خمس نباتات بس. لا جديدة دي. والله جديدة. على طول رفع منسوب المية على حاجة. يلا بقابلني لو عرفت تعدي الليفل ده. كانوا بيقول لي كده فعلا والله. يلا اسرع شوية. حطينا واحد. امال التاني. التاني هنعمل فيه ايه؟ طيب يا جماعة احنا متنا. يا بموتنا. يلا. اول واحدة. عالسريع. يلا برا. هتبقى كبر ده. انت زومبي. انت كلب. نايس عداء يعني كده يعني. انا مش عارف اعمل ايه يا جماعة. اللعبة ديت مش عارف اعمل فيها ايه. لا بالله عليك ازاي اموتهم يعني؟ انا شكلي هحذف اللعبة دي مش عارف ليه. لا مش اكيد، ده مؤكد ان انا هحذف اللعبة دي قريب. ده مؤكد بنسبة 900% ان انا هحذف اللعبة دي. خلاص. جي جي مان. يا عمي اخلص انت وهو. يلا ما شاء الله من اول ليفلين صرفنا باور. فالله يستر من. واضح ان احنا مطولين في اللعبه دي. وعلق سبحانه كده ما تخدنيش اكلك. ها يا جماعه النباتات ما هياش لازمه، اخبارها ايه؟ يلا مش عارف انت اهو. ممكن نقدر نعملها زين جاردن فعلا، بس انا مش عاوز اعملها زين جاردن. انا عاوز اطلع منها باستفاده. اوه حلو والله حلو. تسلم ايدك يا باشا. خلاص اتوقع ان كده ظبطنا الدنيا. جاب لنا اربع ورود من اللي بتجيب لنا الفلوس ديت. ممتاز. نكمل ليفل 26. يلا يا عم يلا. كده خربانه اساسا. يلا ايه ده بقى؟ المفروض انزل كده في البدايه. اوكي هنزل المدافع دي تمام. وتاني حاجه طباطس ما كفاش غير دورة واحدة. ماشي يلا يا عم. وليه جايب لي بتعدي كتير؟ انا مش مطمن. لا بسرعة. استنى. هو ده حقيقي فعلا ولا ده ايه ده؟ يا عمي بقى كفاية اخطبوطات بقى. كفاية اخطبوط. كفاية كفاية بقى. الله يا جماعة الجديدة دي. أول مرة أعرف إن البتاعة دي بتسيح الأخطبوط. نايس. خلينا نقول بالمعنى الأصح يعني عشان يكون واقعي نوعا ما، مع إن اللعبة دي أساسا الواقعية فيها 0 من 100، بس عشان نكون واقعيين يعني كويسة يعني. أوكي أيوة. شيل أبو أخطبوط مدير. شيل. الله 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 الله. شيل. يلا برا. يلا يا عم امشي. اوكي ما بلاش بقى غير الزومبي ده. نستنى بقى براحتنا خالص لحد ما المدفع يعبي ويضرب براحتنا بقى. في هذه الاثناء عم بنقتل هذا الزومبي. كيف الاحوال يا جماعه؟ ايه الاخبار معاكم؟ اخبار الدنيا معاكم ايه؟ دلوقتي احنا بنستنى الزومبي ده عشان يموت. فاتمنى طبعا يا جماعه وانتوا بتشوفوا الفيديو كده تابعوني في حسابات السوشيال ميديا، في الانستجرام، في التيك توك، في التويتر. صحيح بخصوص تويتر، سمعتوا بالتطبيق بتاع ثريدز الجديد ده؟ يب تابعوني هناك كمان برضو. انا سويت حساب هناك برضو فتابعوني هناك، هحط لكم الرابط بتاع حسابي في الوصف. فيا جماعه كده خلاص الليفل 26 وليتس جو. نكمل ولا لا بعدين بقى؟ المهم يا جماعة تقييمي للنكتة ديت اللي احنا شجناها يعني 5 من 10 يعني. لا طلعت اوفر، طلعت قوية يعني واوفر، ولا طلعت ضعيف يعني، ماشي حالك من الاخر. فتقييمي ليها 5 من 10. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنكون بقى كملنا خلصنا على ليفلات ان شاء الله، يمكن 3 أو 4 ليفلات برضو. وفي الفيديو يعني يمكن العالم ده خلاص في 3 أو في حلقتين 3 مثلا، اتوقع في 3 حلقات تقريبا. المهم يا جماعة شكرا لكم على المشاهدة، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.